السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مثل ما تعرفون ابنكم راح يمر بالامتحان وزاري ورا مده قليله، هسه دي يمتحن امتحان تمهيدي بمدرستنا، شنو رايكم على الامتحان؟ والله فكره حيل زينه، يعني عاشت ايدكم على لان هذا راح يتمهد الاسئله الوزاريه، يصير عنده فكره يطلع على الفكره. بالنهاية بالنسبة لك اختبار للمعلومات، إذا عنده هاي معلومات فكرية يعني يستفاد منها أكثر وأكثر. وبارك الله بكم إن شاء الله. شكرا. إحنا الممنونين لكم. بالعكس. شو توقعاتكم من ابنكم بالامتحان؟ لا الحمد لله، لأن هو يدرس عربي وزين الحمد لله. الحمد لله. نشكر نتمنى له موفقية ونجاح إن شاء الله. الله يخليكم، وإحنا نبارك بهاي جهودكم الخيرة. شكرا. بارك الله بكم. إحنا ممنونين. امتحان شلون كان لك؟ والله كل شيء. امتحان كان سهل صعب؟ أسئلة شلون كانت؟ وصل. يعني ان شاء الله تنجح. ان شاء الله. شكرا لكم. ننتظر منك درجات ان شاء الله. ان شاء الله. ممنونين حياتنا. احنا الممنونين. بارك الله فيكم. شكرا. جودكم الخيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مثل ما تعرفون ابنكم راح يدخل امتحانات وزارية ورا مدة قليلة. ان شاء الله. وهسه يمتحن امتحانات تمهيدي بمدرستنا. شو رايكم عن الامتحان؟ والله هذا الامتحان يعتبر من الامتحانات المتميزة صراحة. لأنه أول شيء يهيئ الطالب أو التلميذ اللي دا يروح للمتوسطة انه دا يهيئ الامتحان الوزاري او البكالوري. وتدري التلميذ يحتاج مراجعة، والمراجعة يحتاج له فترة من الوقت، فوجود هذا الامتحان اثناء قبل المراجعة النهائية او الامتحانات التمهيدية راح يفيده في انه يركز اكثر على المادة ويسرع في مراجعة المادة. وفي نفس الوقت هذا الامتحان يعتبر امتحان تطويري للإمكانيات اللي يمتلكها الطالب ومهارات اللي يمتلكها ويزيد من مهاراته، وبالتالي يؤدي إلى أنه يكون أفضل وأحسن ومتمكن أكثر في الإجابة في الأسئلة الوزارية. شكرا. لعد شنو توقعاتكم من ابنكم بالامتحان؟ والله يعني ما تكلمت وياه، بس اعتقد ان شاء الله زين ان شاء الله، لان احنا هم قبل ما يدخل الامتحان سوينا له مراجعه تقريبا مكثفه بالعلوم والانجليزي والرياضيات، فان شاء الله ان شاء الله اتوقع يجيب درجه ممتازه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى له موفقيه. شكرا جزيلا.